في ذلك إمكانيات المشاركة والتقليل من سوء الاستخدام ولحماية ضحايا المضايقات والعنف عبر الإنترنت. هناك هؤلاء الضحايا هم في الملايين، ومن المفيد أيضا لو كان هناك إجراءات ضد هذا الظلم وعدم العدل. هذا التكنولوجيات الحديثة من شأنها أن تحسن حياتنا. أنا إليزابيتا من إيطاليا، وأنا عضو في ديما، وهي مؤسسة بحثية تعنى بالأمن السيبري. إذن دعنا، لدينا 30 دقيقة. الكلمة لك. مرحبا، أنا إنين أبا وأمثل هنا المجتمع المدني لتشاد. لدي قلق في تشاد. صحيح لدينا الألياف الزجاجية، ولكن بالرغم من ذلك فالأسعار غالية والجودة غير كافية، وهذا ما يعيق التكنولوجيات الحديثة. في تشاد هناك الكثير من الرقابة، ويتم جمع البيانات بشكل كبير، ولذلك الأسعار غالية. أود أن أختصر، وأود أن أشكركم على الدعوة. شكرا جزيلا. إذن زملائي هنا على اليمين، هذه المداخلة هي الأخيرة. أنا أيضا من تشاد. مرحبا بالجميع. أنا أمثل التنسيق الوطني في تشاد. نحن نظمنا الإصدار الرابع لأي جي إف الشباب في تشاد في شهر 8 هذا العام إلى 9 سبتمبر 2019. نظمنا أيضا الأي جي إف الوطني الخامس، وكان السؤال كيف يمكن الاستفادة من مبدأ تعدد الأطراف من أجل المشاركة الأفضل للجميع. أنا شاركت في ذلك في العام الماضي، وكان سرا جدا التعاون مع شباب من كل أنحاء العالم من مختلف الخلفيات والأصول، وجميعهم كان لديهم أفكار من شأنها أن تؤدي بنا إلى الأمام. شكرا أنيا على التعاون والدعم. نحن نتعاون أيضا مع جوشوا وزملائه من أجل دعم الدول الإفريقية التي ليس فيها مثل هذه المبادرات الشبابية. شكرا جزيلا. يشرفني أن أكون جزء من فريقك ومن مبادرتك الإقليمية، وأن أتمنى أن يستمر هذا التعاون. تعليق أخير 20 ثانية. شكرا أنيا. لجنة التوجيه في غانا أمثلها، اسمي كوفي أسايدو، وكان لدينا أي جي إف للشباب في هذا العام. استمعنا إلى العديد من النقاشات، لا أستطيع أن أذكرها كلها هنا. بالنسبة للتكنولوجيات الحديثة، كان يهمنا قبل كل شيء أن نقلل من المخاوف من هذه التكنولوجيات لدى الناس، فعليهم أن يتعلموا الاستفادة من هذه التكنولوجيات. فالأي جي إف الوطني لغانا ممثل هنا، نتعلم الكثير ومستعدين أن نتعاون مع جميعكم. شكرا جزيلا. فلنختم هذا الشق.
ننتقل إلى الجرافيك التالي. اليوم في الساعة 4:40 نجتمع مرة أخرى في جلسة للتنسيق، ونتحدث مع المنظمات المانحة الدولية من أجل أن نعرف كيف نستطيع أن نتعاون في المستقبل أيضا، وذلك بشكل مستدام. الآن نستمر فورا هنا في القاعة، لذلك أدعوكم ممثلي الـ NRA أن تتقدموا إلى الأمام من أجل أن نلتقط صورة مشتركة، ونلتقي مرة أخرى في الساعة 4:40. شكرا جزيلا للجميع.